بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في حلقه من برنامجنا اليومي مطبخ دريم. الف مبروك طبعا لطلبه الثانويه العامه، اسامي كتير قوي وناس كتير قوي واباء وامهات طبعا فرحوا امبارح جدا، ورب دايما ربنا يفرحكم. بشكركم جدا، الاسامي كتير منهم طبعا والده ست مهند استاذ احمد عادل، بقول له الف مبروك. واكم من اسامي بنت ست ام حنان، اكم من اسامي كتير قوي، ربنا يا رب يجعلهم دايما ناجحين في حياتهم كلها. طلبه الثانويه العامه كلهم انا بقول لكم الف مبروك، انتوا زي اولادي طبعا، وربنا دايما يا رب يرفع شانكم ويجعلكم دايما في العالي، والدنيا كده فيها الاول والثاني والثالث وهكذا وهكذا، ما نزعلش ابدا، لكن نرضى باللي ربنا بيكتبه، لان كل شيء في الدنيا بقدر او بحساب ومكتوب عند ربنا. فبقول لكم الف مبروك. بناء على كده انا حولت الحلقه خالص، غيرتها، قلت لازم النهارده ابتدي اعمل حاجه نحتفل بيها مع بعض، بس عايزها تكون بسيطه، نوع حلو هنعمله، هنعزم زمايلنا وهنعزم جيراننا، وفي نفس الوقت من غير ميزان كبير، واول مضرب مش مشكله المضرب، بس هوريكم من غير ميزان هنعمل حفله صوص رول سريعه كده نحتفل مع طلبه الثانويه العامه في النص الساعة بتاعتنا، وهنقدر ان شاء الله هننزل مقاديرنا يا استاذ عبد اللطيف، وانا بكلم مدام نجوى ونشوف الدنيا فيها ايه. مدام نجوى اهلا بحضرتك. يا شيخ ازاي سعادتك ست الكل؟ الحمد لله، تسلم ايديك على الوصفات اللي بتعملها في اضيق وقت. الله يخليك يا رب دايما كده، ده بفعل دعمكم ليا طبعا، توفيق ربنا اولا. الله يخليك ووفقك يا رب. كنت عايز اعرف طريقه الايس كريم، انا عندي المقادير. الايس كريم، طيب انا هقول لسعادتك عليها، هنحافظ على كل الاسئله نكتبها بعد اذنك يا اسلام، وانا هقول لسعادتك حاضر عينيا اللي سعادتك تأمري بيه. طبعا اهل الصعيد واهل الريف كلهم اخواتنا وحبايبنا، وده اصلنا وده منبعنا، ف عايزين يشتغلوا، ما عندهمش ميزان، لازم النهارده كلنا هنفرح. كنا مش هنعمل زي الطالب اللي جاب 55% عدى على الاسم الاول، عدم عمل محضر بعدم تعرض من اهله ليه طبعا، وهي كانت يعني حته حلوه قوي على الفيسبوك، قد ايه دمهم خفيف قوي. ما قدرنا تبقى 4 بيض، نص كوبايه سكر، كوبايه الا ربع دقيق، والفانيليا، خلصت القصه. اهم حاجه هنا نزلت الدقيق، لان انا لو نزلت بالدقيق مره واحده في المضرب هتبقى شويه البيض اللي ادي كده بقوم ادي كده ونلاقيها استكت معايا. عايزين نشوف الدنيا فيها ايه. ادي انا وازن طبعا بالكوبايه بس ما حطيتش، وادي ال4 بيض، وادي الفانيليا. طيب عايزين نعمله بالشوكولاته، وادي نص كوبايه السكر، هنضرب الكلام ده، هيعلى معايا قوي، هبتدي انزل بدقيق بالمعلقه، هنا لا محسن ولا بيكنج باودر. لا محسن ولا بيكنج باودر، نبتدي ننزل بدقيق بالمعلقه واحده واحده من تحت لفوق، صينيه زي ديت سواء فيها سيليكون قليل قوي اللي عنده سيليكون، ممكن نحط ورق زبده على صاج، ونبدا ننزل بالخليط بتاعنا، هيخش الفرن لمده 10 دقايق ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. بقى احنا عرفنا دلوقتي الدنيا فيها ايه في موضوع بناء الاسبونج او بناء الكيكه، على اساس عندنا بعد كده مربط مشمش، مربط فراوله، جناش. هقول لكم الجناش اتعمل ازاي دلوقتي. الجناش عباره عن اني بجيب ربع كيلو شوكولاته عشان نعمل رق واحد بس شوكولاته، هدي له في حدود 125 جرام كريمه لباني، ما عندناش كريمه لباني، بدي له في حدود 50 جرام الربع كيلو 25 جرام يعني بتاع معلقتين كبار كريمه بودره، هديله في حدود ال 125 جرام ربع كوبايه ميه، 50 مللي ميه، معلقتين كبار عسل جلوكوز، ممكن معلقه زبده على النار هاديه مباشر، وابتدي هيديني الخليط اللي حضراتكم شايفينه دوت اهو، هقربه كده لكاميرتنا ونشوف الدنيا فيها ايه. خلاص، بس عشان ما نتلخبطش هنشوف دلوقتي الاسبونش بتاعنا اخباره ايه. هضرب البيض مع السكر مع الفانيليا وانزل بكوبايه الا ربع دقيق او مج الا ربع دقيق وخلصت القصه. هنبتدي نضرب كده، اقدر اعمله بالمضرب اليدوي، وبعدين يا شيفنا بيكون عندي الصاج زي ده كده، برق السيليكون ده اصلا بيعمل في حدود 50 جنيه هيعيش معايا العمر كله لو جبته. الميزان بيعمل في حدود من 50 ل 60 جنيه هيعيش معايا العمر كله. لو حسبت الحسبه معاك هنلاقي ان ده افضل ليا، ان ده افضل ليا. فانا حطيت هنا البيض مع السكر مع الفانيليا، هيعلى معايا ونشوف الدنيا في ايه، وبعد كده نحشي ونقطع ونفرز سفرتنا مع بعض. كل ده هيبقى في نص ساعه يا شيف محمود، هيبقى في نص ساعة إن شاء الله، ونعرف الدنيا فيها إيه. يا ست أم ندى أهلا بسعادتك. أهلا بيك، إزاي حضرتك يا سيد؟ إزاي سعادتك أنت الست الكل؟ منورنا والله العظيم، بس إحنا مش نافعنا كده يوم ويوم ونص ساعة، دي الكلام ده مش مظبوط يا سيد. معلش معلش، هو البرنامج هنا بيتميز بإن معايا طبعًا
شيفنا واخونا الشيف سوري الشيف عبد الناصر، هو بياخد يومين بيمتعكم فيهم وانا ثلاث ايام بمتعكم فيهم، وربنا يجعلنا دايما يا رب نكون عند حسن ظنكم. ربنا يخليك. طب كنا عايزين الباستا فلورا يا شيف. الباستا فلورا يا اقول لحضرتك على مقاديرها يعملها لك الاسبوع الجاي. يا ريت عملي حضرتك، عارف احنا بنفهم منك بسرعه. تحت امر سعادتك عينيا اللي تأمري بيه. حاضر تحت امر سعادتك. يبقى انا عملنا ما بعرفش اعمل الجناش وما عنديش شوكولاته، بجيب مربى مشمش ومربى، انا عايزكم النهارده تفرحوا، بجيب مربى مشمش ومربى فراوله كريميه يا جماعه، مش في قطع، هي هو البطرمان بيتباع بره اسمه كريميه، قولي له كده للسوبر ماركت عايزاها كريميه، بطرمان عامل زي الكوبايه كده خلاص، مشمش وفراوله، ممكن كريم شانتيه، ممكن كريم شانتيه عليه كاكاو. طب لو انا عايز اعمل الصوص رول بني بشيل معلقه كاكاو قديق واحط معلقه كاكاو غامق، افهموا كل كلمه بقولها، مفيش ان انا هقدر اعيد تاني، احفظوا كل كلمه بقولها مش هرجع اقولها تاني. يبقى انا المربى عندي كريميه النهارده، اولادنا تابوا، نصيحه من اب لازم نقعد نحتفل بيهم يا استاذه شيماء ونفرحهم ونحتويهم، يعني اللي جاب مجموع كبير قوي كليات قمه على راسي، اللي زعلان من درجه او درجتين على راسي، احتويه، انا ابوه انا امه، احتوي اولادي زي ما دايما اقول لازواجكم يحتووا زوجاتهم. استاذه شيماء اهلا بسعادتك. اهلا يا حضرتك. ازاي سعادتك ست الكل؟ مبروك لكل طلبه الثانويه العامه وربنا معاهم في اللي جاي. الله يخليكي ويبارك في عمرك. انا بشكر حضرتك يا شيخ، بصبع عليك واقول لك الشكر دي ربنا يبارك لنا في عمرك. تسلمي لي يا فندم. حضرتك يا شيخ تسلم ايدك بجد. الله يخليك ويبارك لي في عمرك. تسلمين. ناسيه كلمتك لخبطه واعمل له انت عايزينه ولا يهمه، هتنجح والحمد لله انك هديت. دايما يا رب كده في نجاح، ودايما بلدنا فوق، نجاح اولادنا هو اللي هيرفع شان البلد. ان شاء الله وان شاء الله. الله يخليك يا رب، زي ما الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله عليه قال مش هنطلع فوق الا بالتعليم. بالتعليم ان شاء الله هنبقى فوق باذن الله. هنا عايزكم تبصوا على الخليط بتاعنا كده. واي دوله يا جماعه بتنمو بتنمو بالايه؟ بالتعليم. هنا هبتدي انزل الدي يا استاذه حنان واحده واحده، لان انا اللي عندي محسن ولا حاجه تمسك لي الموضوع ده، ببتدي انزل بالدي كده ومن تحت لفوق وما اطلعش المضرب، يا ريت الكاميرا تبقى معايا يا استاذ عبد اللطيف ونشوف الدنيا فيها ايه. يا استاذه حنان اهلا بسعادتك. صباح الخير يا شيف محمود. صباح العسل على عيوني. ايه صحتك اخبارك ايه وحشتنا. سعادتك بخير. انا بخير طبعا. احنا كده انا بكلمك بس عشان اقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مبسوطين ان احنا بنشوفك تاني. الله يخليك يا رب، ربنا يجعلنا كده بنطمن على بعض. ربنا كده ما يحرمنا منك ابدا يا رب. الله يخليك يا رب، تسلمي لي ربنا. كل سنه وانت طيب. وسعادتك بخير يا ست الكل، تسلمي لنا للمدام وللحاجة. الله يخليكي وما يحرمنا منك ربنا يا رب العالمين. تسلمي لي. الخليط يا جماعة لو نزلت بيه وقعدت أضرب بقوة، شايفين الخليط عامل إزاي؟ هلاقي الشوية دول بقى مقد كده، وتأستك معايا، عفوا ملي معايا. طيب وبعدين يا ست ام مهند ازاي سعادتك، والف مبروك لابن سعادتك. الله يخليك يا شيف، وميرسي على ذوقك، وميرسي على الاهداء اللي هديته لنا، وربنا يخليك وما يحرمنا منك ابدا يا شيف والله. يا الله يخليك. انا احساسي ان اولادي اللي نجحوا مش اولاد حضراتكم. واحد والله العظيم الله يكرمك، اخ عزيز والله يا شيف، ربنا يكرمك. الله يبارك لي في عمرك يا ست الكل. والف مبروك لكل الناجحين، والف مبروك لاولياء الامور اللي تعبوا والولاد اللي تعبت، وان شاء الله اللي ما حلفوش الحظ السنه دي ان شاء الله ربنا يسعده ان شاء الله السنه الجايه بمجاميع احسن واحسن ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا شيف، متشكره جدا جدا جدا، ربنا يكرمك. ميرسي جدا جدا. الله يخليك لعيالنا. ربنا يرفع شان اولادكم دايما يا رب، خليهم لكم ويحفظكم يا رب. تسلمي. هنا أربعة بيض يا جماعة، إيه ده أربعة بيض يعملوا لي الصاج ده يا شيف؟ أنت بتهزر يا شيف محمود، في شغلك كله على طول كده تقعد تضحك علينا وتقول لنا إيه أربعة بيض؟ أربعة بيض هتعمل لي الصاج ده اللي هيطلع لي رقين، واحد بالفراولة وواحد بالمشمش؟ هنشوف لو كان الشيف محمود بيكذب علينا. وطبعا طبعا اللي بقى بينا الصدق، طبعا في مصداقية، أنا مشكلتي في حياتي هي الصدق يعني. وبعدين يا ست أم نجلاء، وبعدين يا ست أم نجلاء أهلا بسعادتك ست الكل. نورتنا والله يا شيف محمود. الله يحفظ سعادتك، تسلمي لي يا ست الكل. تسلمي. الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها دي يا عصام. الله يحفظك، تسلمي، ربنا ما يحرمنا منك ويجعلكم دايما في اعياد يا رب. يا
ماشي يا شيخ محمود بقى. الايام اللي انت بتديها لنا دي قليله جدا والله يا شيخ محمود، مش هينفع كده. احنا كل يوم الصبح بنشوفك يعني، خليها كده دايما كده، احنا هنحس بالسعاده. ولو كان يوم ايام القناه اللي فاكرينها، اول قناه بدات فيها من 12 سنه كان يوم واحد، كان يوم كل 15 يوم مع بعض، واحده واحده ربنا سبحانه وتعالى يشبعنا من بعض في الثلاث ايام دول. قد ايه هنبقى ممتازين. انا معايا زميل هنا وانا صاحبي ما اقدرش اتعدى عليه ابدا او احس ان انا هبقى احسن منه. فعايز اوصل لكم المعلومه، انا سعيد بالشيف عبد الناصر لوجوده معايا. الله يخليك يا رب، تسلمي لي، ربنا ما يحرمني منك. اتمنى من الله، لان الكلام دوت بيسبب لي انا احراج على الهوى، معناها ان انا ماشي زميلي واكمل الاسبوع، ما ينفعش. الله يخليك يا رب. استاذه هدخل فرن درجه حراره 180 لمده 10 دقائق ويخرج على طول. استاذه ياسمين اهلا بسعادتك. استاذه ياسمين اهلا بحضرتك. طبعا اللي عندنا هنا مهندس الديكور لذيذ، بيعتبرني طويل، ما يعرفش ان انا محتاج سلم عشان اقدر اعرف الدنيا فيها ايه. استاذه ياسمين اهلا بسعادتك. طب حضرتك حاول الاتصال بينا تاني. واهلا، ادي كده الاسبونج ده اللي اديته كاكاو، وادي كده اللي انا عامله الابيض اهو يا جماعه. بصوا عامل ازاي، كوبايه الا ربع، كوبايه الا ربع دقيق، نص كوبايه سكر، اربعه بيض وخلاص. ولازم التقليبه تكون زي ما قلت لحضرتك، ده هنقدر ناخده على اتنين كده، عشان ايه؟ واحد مربط فراوله وواحد مربط ايه؟ مشمش. واحد مربط فراوله وواحد مربط مشمش. وضروري انا لما اخرج، ركزوا في الحته اللي هقولها لكم دي قبل ما اكلم ام اسلام، لما اخرج الصاج الجزء اللي فوق ده هو اللي هيبقى الارضيه، وهلف من الجزء اللي تحت اللي على السيليكون على ورق الزبده. ولازم وضروري وحتما طبعا، لو ما عنديش ورق زبده مش مشكله، لانه غالي شويه، ممكن ادي عفوا ورق فويل، ممكن ادي ورق ايه، ممكن ادي ورق زبده. شايفين هنا ده سكر بودره، هي دي القضيه. احفظ اكتبوا كل حاجه. بص الامور سهله ازاي، وادي اهو، ادي الاسبونج اهو، في ايه اهو، شايفين عامل زي ايه، عامل زي الطرحه او القماش. ست ام اسلام اهلا بسعادتك. صباح الخير يا شيف محمود. صباح الفل على عيونك، تسلم ايدك، ايه الجمال اللي انت عامله ده؟ الله يخليك يا رب، ده بعد ما عندكم يا ست الكل. ربنا يبارك لك يا رب، كل حاجه بتقدمها جميله، ربنا يبارك لك يا شيف محمود يا رب. صدقيني بوجودكم معايا ودعمكم ليا يا ست ام اسلام، ربنا يخليك، احنا دايما معاك في اي حته، معاك مهما تروح وفين ما تروح معاك. الله يخليك يا رب، ربنا يخليك. انا بس حابه اقدم تهنئه بعد اذن حضرتك يا شيف محمود. ده شرف ليا طبعا. ربنا يخليك، عايزه اقدم تهنئه لابني وحبيبي باسل مهاب عارف بنجاحه في الثانويه العامه بمجموع 95%، بقول له ألف مبروك. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليك يا شيف محمود، بقول له ألف مبروك يا باسل، عقبال يا رب كده ما نهنيك بالدكتوراه إن شاء الله. آمين يا رب وتسلمي. ميرسي يا شيف محمود. الله يخليك يا رب، ربنا يجعلكم دايما كده في العالي يا رب. وقد إيه ببقى سعيد باجتهاد الطلبة واللي عملوه طبعا، ربنا يبارك لي في عمرك يا رب. هنا أنا حطيت الجناش، هنا أدي مربة المشمش، هنا أدي مربة الفراولة، هنعمل كده هوت. طبعا يا ابتسام انت استاذه دلوقتي في السوس رول. ابتسام، استاذه ابتسام اهلا بحضرتك. يا استاذه ابتسام، استاذه ولا يهم، يا استاذه سوسو اهلا بحضرتك. محمود ازيك؟ ازاي معاليك يا ست الكل؟ كل سنه وانت طيب والحمد لله على السلامه. الله يسلم سعادتك، ربنا يحفظك. انا ماشي الايس كريم بالشوكولاته طلع تحفه يا شيف محمود. تحفه عشان من ايد سعادتك بس. لا والله يا حلوه قوي، المقادير طلعت جميله. دايما يا رب كل حاجه. استاذنك بحاجه. سعادتك تأمري امر طبعا. ربنا يخليك، كل زي الحاجه والولاد عاملين ايه؟ الله يسترك ويبارك لي في عمرك. عايز المقادير بتاعت السويس رول. عينيا، فورا هقولها لسعادتك. شكرا يا شيخ محمود. اسلام احنا كده عندنا ادي سؤال وادي سؤال. حاضر ست الكل، ركزوا معايا بقى سريعا يا جماعه، شايفين كده؟ بنبدا نعمل كده، ما بلفش بالكيك بالاسبونج، ركزوا معايا اهو. بصوا ادي اهو، بصوا اهي اهي، عشان نفرح مع بعض ان شاء الله. شوف تتلف زي ال 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 ونحطه هنا في النص مثلا، ونقوم عاملين كده، ونقوم جايين بظهر السكينة عاملين كده عشان أقرص. شايفين أهو، شايفين ولا لأ أهو؟ وفي التلاجة وخلصت القصة دي، هتعمل لي 20 قطعة، حتى لو عندي ضيوف أو هيقول لي باركولي هعمل الكلام ده يا أستاذة هدير. هنشوف تاني كده. أستاذة هدير أهلا بحضرتك ست الكل. أهلا بحضرتك يا شيخ محمود. إزاي سعادتك أنت؟ الحمد
الحمد لله كويس. على فكره انا معجبه بالبرنامج جدا. الله يخليكي دايما يا رب كده نبسطكم ونسعدكم. ربنا يخليك. والله بعد اذنك يا شيخ محمود كنت عايز عجينه البيتزا. عجينه البيتزا هيكتب الاستاذ اسلام دلوقتي وفورا هشرح لحضرتك كل حاجه. عينيا. وممكن نعمل حلقه للبيتزا اذا ربنا اراد سبحانه وتعالى. لو ما عنديش سكر بودره تحت كارثه. ممكن يلزق منه ويتقطع، خلاص؟ مش كارثه كارثه يعني، بس انا عشان ايه؟ معاكم دايما كده. الاسبونشات دي عملتها انا لافف وجاهز. الاسبونشات دي عاملها انا قبل الهوا. مفيش. قلت خفت اعملها بالليل انا مجهز عندي. خفت اعملها بالليل هيجرى ايه؟ تنشف. يا اما غطيها وخش الثلاجه يا شيفنا، الكلام ده كله كده وريه كده للمشاهدين. وخش التلاجة وقطع، دول يكفوا أي ضيوف هيجونا بالليل. يا أستاذ هاني الموضوع ما فيهوش أي حاجة أبداً. أستاذ هاني أهلا بسعادتك. السلام عليكم حاج محمود. عليكم السلام معالي الباشا. تحيات كل أهل الشرقية وأهل بالبيت وأولاد سيف لحضرتك وأسرة البرنامج. ده شرف لينا سعادة الباشا. والله أنا بكلمك النهاردة لأن آية بنتي نجحت امبارح في الثانوية العامة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يكرمها يا رب. ربنا يخليك. ونجحت جابت 75.5% وبقول لها الف مبروك. وانا بهدلها السوس رول ده يعني مع سعادتك. بقدم كل التحيات لكل مدرس هي ساهم في تفوقها ونجاحها. بقدم تحيه خاصه طبعا لمستر محمد منير بمدينه بلبيس استاذ الانجلي والاستاذ سامر مطر وكل من ساهم طبعا في نجاحها. وتحيه خاصه طبعا من كل اهل اولاد سيف لآية هاني القراش ومنزل نجاحها. وشكرا جزيلا لحضرتك وبشكرك على الاداء الجميل. شكرا. تسلم معالي الباشا. انا بقول برضو مع اولياء الامور تحيه لكل مدرس ما ابتزش الطلبه، تحيه لكل مدرس ما حاولش يفكر في المال قبل ما يفكر يوصل المعلومه. اكم من اطباء ومدرسين ومهندسين ومهن كتير رائعة عندهم ضمير، قبل ما بيفكروا في المال بيفكروا ازاي يوصلوا الحاجة ويوصلوا المعلومة. فتحية لكل مدرس قدر يوصل المعلومة لأولادنا. ياما مدرسين كتار كانت الأمور في طلبة كتير غير قادرين زي كده اما كنت انا في ثانوية عامة، ولكن قدر ان هو يساعدهم ويقف جنبيهم فيا هينياله يعني عند ربنا. استاذ محمد ده كده بالمشمش. استاذ محمد اهلا بسعادتك. اسف محمود. ازيك يا معالي الباشا؟ وحشتني والله، بدور عليك على القنوات كلها. معقوله؟ انت فين يا شيخ؟ والله مدوخت. طب انت جايب قناه ايه دلوقتي؟ دريم. دريم؟ يبقى انا على دريم يا سيدي. وبعد كتير بقى. حبيبي ربنا يخليك ليا. انا نفسي قوي يا شيخ والله تعمل لي الكشري بتاع المحلات. الكشري بتاع المحلات عيني بس كده؟ حاضر. تسلم لي يا حبيبي، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. تسلم لي. على فكره احنا ممكن نحط الكريز يا جماعه مع الشوكولاته او المربى ونقطعه، ممكن نحط فاكهه. شايفين بقى كده اللي انا بعمله ده وبقطعه ده اتعمل برقين اتنين قد الايه؟ قد اللي في الفرن. شايفين كل اللي بعمله ده زي اللي في الفرن معايا. وبعدين 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 يا شيفنا وبعدين. تعالى لي كده. يا سلام، معقوله؟ طيب اخبار الفرن ايه؟ ها بايدينا بقى. بصوا بقى عشان نبقى عارفين السوى، لازم نبقى عارفين السوى ايه كده بايدينا. الله، خلصت القصه. خلصت القصه يا شيفنا. يا سلام، معقوله؟ ايه ده يا راجل، انت بتلصق شغلك كله، ما بتهتمش بشغلك. خلصت القصه اهو، هقلبهولكوا وهلفهولكوا. معقوله يا شيف محمود هتلحق؟ هنلحق ولا يهمكوا. عادي، خد في ايدينا حاجه؟ خدش في ايدينا حاجه. وبعدين هنعمل نقطع اللي بالفراوله. يبقى احنا النهارده هنحتفل باولادنا. لا قلت لكم اعملوا تورتايه ولا جبت كريمه ولا جبت اربع بيض كاني عملت اومليت زي ما اتفقنا، وبطرمانين مربى الواحد تقريبا بسبعة جنيه، يبقى ده 14 جنيه مع البيض والدقيق وبتاع، هنخش في 20 جنيه. انت بتبالغ يا شيف محمود، دخلت في 25 جنيه. ماشي. وعملت، شايفين ابو فراوله بقى؟ ها فين الاخبار؟ شايفين الكاميرا بقى لما بتجيب الحاجه بقى من قريب؟ اهو. يا سلام يا سلام يا استاذه ميرفت، هتعملي الكلام ده يا استاذه ميرفت النهارده؟
ايوه ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك ست الكل؟ منور يا شيخ محمود والله تسلم. الدنيا منوره بسعادتك طبعا. الله يبارك في حضرتك. هو حضرتك الاسبونج ده ما حطيتلوش محسن ولا بيكنج باودر؟ ولا بيكنج باودر بالظبط كده. انا بحسب في المقادير كان ناقص حاجه. لا 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 ليه بقى؟ احنا بنحاول. انا بحاول يعني امبارح غيرت المنيو يا مدام ميرفت. أيوة. قلت لازم اعمل حاجه لاخواتنا طبعا واولادنا يفرحوا بيها. بس طبعا احنا عارف ان 99.5% ظروفهم زي حالات الشيف محمود كده ممكن يكونوا غير قادرين. فلازم نحاول نفكر نعمل ايه الناس دي تنبسط وتسعد. ربنا يبارك في حضرتك يا شيف محمود. الله يخليك يا رب. حلوه 99.5% دي. ها بناشد القناه يا شيف محمود. مش نافع نص ساعه ما تنفعش ابدا مع الشيف محمود. احنا لو ساعتين ما يقضوش مع الشيف محمود. ربنا يخليك ويبارك لك. يسمعونا كده ويزودوا لنا الوقت شويه ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله. ربنا ييسر الحال ويجعلنا كده ايه تحت امركم وتحت اللي تأمروا بيه. شايفين ده بالجناش يا جماعه؟ ها ايه الاخبار؟ ايه الاخبار يا شيفنا؟ يا سلام لو في ميه سخنه بقى. مفيش بعد كده. ها لما نحط السكينه في الميه السخنه هتقطع معايا الاسبونش ده افضل من كده اللي هو بالشوكولاته. هيقوم نازل نازله واحده على طول. لكن ما علينا. احنا هنعمل ايه؟ اهو لو الكاميرا جابته برضو عشان نبقى شايفين كل حاجة اهو واهو. دي بقى تبقى حتة الجاتوه دي بقى تحفة يا أستاذة نجوى. تسلم ايدك يا شيف محمود. الله يخليك يا أستاذتنا يا غالية. تسلمينا انت. ربنا يخليك لينا وما نتحرمش منك ابدا. ربنا ما يحرمني من ذوقك انت. تسلميلي يا شيف محمود. موضوع النص ساعة ده خالص يعني حضرتك شايف على الفيسبوك كلنا عمالين نتكلم ومتضايقين. ما ينفعش خالص نص ساعة يا شيف محمود. ما ينفعش مع حضرتك خالص والله. ما ينفعش والله. إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل ممكن يبقى فيه. احنا بنناشد القناة يعني ما مش بعد ساعة ونص وساعتين يبقى نص ساعة. حاضر. ما هي القناة ما بدأتش معايا بالساعة ونص لكن إن شاء الله بإذن الله طلباتكم مجابة طبعا يا مدام نجوى. وانتوا على راسنا يا شيخ محمود. احنا واخدين على اني نشوفك كل يوم وبتعمل لنا اكتر من صنف. فياريت يا شيخ محمود تشوف الموضوع ده. يا ريت. بالعكس يعني. انت عارفه كل ما تشوفوني بقى كل مثلا اربع ايام كده هوحشكوا اكتر. لا 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 وابقى عزيز. ما ينفعش. خلينا نشوفك كل يوم وانت وحشنا على طول يا شيخ محمود. ربنا يخليك لينا. الله يحفظك ويبارك لنا في عمرك. تسلمي. بقول لك يا شيخ محمود اللي سعادتك تمر بيه. على حاجه سعادتك القرص اللي حضرتك عملتها امبارح. تمام. لو انا عملتها بزبده تونسي اعملها بتاعه الحلويات ولا المخبوزات؟ إيه الحلويات. القرص بتاعه امبارح. اه. اللي حشيتها حضرتك واعملها بتاعه الحلويات. اه طبعا. طيب. ويا سلام لو بلدي بقى او نيوزيلندي مفيش بعد كده. ما انا عندي نيوزيلندي. اعمل عادي؟ طبعا. امال ايه؟ طيب. تسلم ايديكي وعينيكي. وفي حد في الدنيا زيك. تسلم ايدي. الله يخليك يا رب. تسلمي. ايه الاخبار يا شيفنا؟ يا سلام دقيقتين هو في بعد كده. الناس عملت هاتي وتقوم ايه اللي قدامنا وتقوم ايه اللي قدامنا دقيقتين. بتستفز الناس يعني. قولها لي بسري وانا اجيبها لهم واحده واحده. يا استاذه مها اهلا بحضرتك. اهلا. مع سعادتك ست الكل. تسلم ايدك يا شيف محمود. الله يسلم عمرك. تسلمي لنا. بعد اذنك بس انا عايزه طريق الكبده الاسكندراني. عفوا طريق الايه؟ الكبده الاسكندراني. طب فورا انا هجاوب على الاسئله بس انا هفك لكم بس الرول ده. الكلام ده اتعمل يا جماعه ب 8 بيض. الاطباق اهي قصاد حضراتكم. لو افترضنا ان القطعتين يعملوا حته جاتوه ثمنها 14 15 جنيه بره. الصوره اهي قصاد حضراتكم. هنقوم جايين عاملين كده. شايفين اللي انا بدات بيه؟ ها ايه الاخبار؟ ولازم وحتما ولا بد انا بس ايه عملت ايه حززتها بالسكينه واهو. ركزوا معايا في اللي جاي عشان ابقى راضي ضميري. ها شايفين اهو واهو ده اللي عملناه على الهوا اهو. ايه الاخبار؟ ها عملنا كل حاجه مع بعض. شفنا الدنيا فيها ايه. ها كسر كسر الدنيا فيها ايه.
خلصت القصة بتاعتنا منهم على طول فرشين، ما اقدرش اديله هو دافي كده كريمة، لكن اقدر اديله مربى او جناش او لف، وخلصت القصة بتاعتنا. شفتوا عملنا ايه؟ شفت لمينا الموضوع ازاي؟ الاسئلة بسرعة سمسم من اولها لاخرها. يلا اسلام، هنا مش هسمع صوت اسلام، هنا خلاص راح اسلام. عجنة البيتزا كيلو دقيق، نص كيلو ميه، معلقه كبيره خميره، معلقتين كبار سكر، نص كوبايه زيت، معلقه صغيره ملح. خلصت القصه، تعجن لمده 6 دقائق، تخمر تتقطع 150 جرام، ونبدا نشكلها بعد كده ونحط الحشوه. وخش على اليوتيوب لان البيتزا ليها طريقه معايا فيها يعني ايه شيء من التخصص شويه معايا. خلاص الايس كريم، احنا قلنا جبنا 5 بيض وجبنا كيلو لبن، 5 بيض كيلو لبن، 200 جرام سكر وفانيليا. حطيت اللبن غلي معايا على النار، ضربت ال 200 جرام سكر مع ال 5 بيض، انا اسف 5 اصفر 6 اصفر بيض، انا اسف 6 اصفر بيض، ضربت الاصفر مع الفانيليا مع السكر، خدت اللبن وهو مغلي حطيت ربعه على الاصفر عشان امهد للاصفر، مش عايزه يستوي معايا، ان انا هنزل عليه بحاجه سخنه. بعد كده برد الاصفر مع الربع كيلو لبن دولت على اللبن كله على نار هاديه، دني اقلب لما هيبتدي يتماسك معايا، هيبتدي ايه يتماسك معايا، يبقى عامل زي السحلب. شيله حطه في الفريزر، ممكن اقسمه اديله كاكاو اديله برتقان اديله ليمون، حطه في الفريزر يجمد، اطلع نضربه، هنعمل له خفق كده، مجرد ان هو هيبتدي معايا يتخفق واللون يفتح ويعلى، دخله تاني في الفريزر وكلوه بعد كده، والف هنا لحضراتكم. خلصت القصه بتاعتنا. ايه تاني؟ كان عندي كمان سؤال. يا كبده يا اسكندراني يا جميله كبده، السلام كبده اسكندراني، هو في بعد كده كبده الاسكندراني بتجيب الكبده اي نوع حضرتك عايزاه، ونقوم عاملين فيها ايه؟ مقطعينها قطع صغيره. لو جبت نص كيلو بحط بجيب ربع كيلو فلفل وراس توم، هي دي القضيه اللي بتخلي الناس ملمومين على عربيه الكبده. وبعدين يا شيف بنزل الزيت على النار عندي، بنزل بالثوم يا دوبك بس ريحته تطلع، بعد كده بقوم نازل بايه؟ بالفلفل، بعد كده بنزل بالكبده، ملح فلفل كمون، خلصت القصه، احشي في الفينو وخلاص. كبده الاسكندراني ديت يا جماعه مجرد هي ريحه الثوم والله مش اكتر، طبعا الجناش قال عندي هنا مجرد هي ريحه الثوم مش اكتر، هي اللي بتدي الريحه دي، الثوم مع الفلفل بيعملوا ماكس رهيب. زي ما باجي اقول لكم اعملوا لحم البرد ادي ثوم وايه وجوز الطيب. طبعا هنا الخليط خف عندي جدا، بس عايز اوريه لكم اهوت، لو الجناش كامل عندي كنت وريته لكم، لكن كفايه كده قوي اهو، شايفين القصه عامله ازاي، وتلف معايا اهوت وخلصت القصه بتاعتنا. هنجيبه كده طبعا لسه سخن قوي اهو، شايفين؟ قبل ما اقفل، تمام؟ تخافوش من اي حاجه، ولو اتكسر منكم اوعوا تخافوا ابدا، كملوا شغلكم، حطوه في الثلاجه وتعالي قطعيه هيطلع معاكي زي الفل. يبقى احنا عملنا على الهوا اهوت الاسبونج، شفنا عامل ازاي، لفينا، عملنا واحد على الهوا، لفينا، شفنا اللي كان جاهز ودخلته الثلاجه في حدود 6 ساعات عامل ازاي. الدنيا سهله جدا. طلبه الثانويه العامه ممكن بقى ممكن نخش على اليوتيوب في تورت فراوله، في تورت ملفي، في تورت شوكولاته الغاوي، ونعمل حفله كويسه مش هتكلفنا بالظبط 200 300 جنيه لو كانت على الملا كبيره قوي. حاجه بسيطه كده زي شيف محمود مش هنخش بالظبط في 25 جنيه. الف مبروك لطلبه الثانويه العامه، ربنا يفرح كل اب وكل ام يا رب وكل اسره ودايما سعيده. انا فرحان لكم جدا 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 كان اولادي هم اللي نجحوا. القاكم غدا على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.